السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. ازيك يا شيخ، أخبارك عامل إيه؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا ليا والدتي مريضة بقالها دلوقتي يعني 8 سنين. الله يعافيها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. فهي قاعدة ما بتتحركش، أنا اللي طبعاً بخدمها، كان في زوجة أخويا هي اللي كانت بتخدمها، فطبعاً عندها أولاد وانشغلت وكده. وزوجتي برضو عندها أولاد، فأنا دلوقتي اضطريت إن أنا اللي أقعد أخدمها في البيت. فأنا ليا يعني أنا بتاجر في الحبوب، يعني هو موسم 3 شهور في السنة. فأنا دلوقتي يعني مش قادر إن أنا أبعد عنها، يعني هي يعتبر زي في سؤال، هل الطفل اللي محتاج لأمه تفضل جنبه. في سؤال، في سؤال بس، وشغلي ده هو اللي أنا أعتبر بصرف منه طول السنة، بصرف على أولادي. فأنا يعني عايز اسيب شغلي وافضل قاعد جنبها، وبرضه مش قادر ان انا اسيبها. طيب سيبني اتكلم. طيب خلاص اسكت بقى شويه، اتكلم. الله يخليك. هل من الممكن ان تستاجر خادمه تخدمها؟ هي الصراحه ما ترتاحش مع حد غير معايا. ليش ما ترتاحش؟ ما انت هتاكل اولادك منين؟ انت هتضيع زوجتك واولادك من المصاريف. قول خلاص تستاجر لها خادمه تخدمها، وفي الليل تعال زورها كل يوم واطمن عليها. شكرا.